السلام عليكم. بلغة لم تخلو من قوة ووضوح، نبذ خليفة حفتر اللواء المتقاعد اتفاق الصخيرات الليبي، واعتبر الاتفاق وكل من بثق عنه لاغيا. موقف حفتر الذي جاء بعد انقضاء عامين على توقيع الاتفاق رفضه تماما فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، الذي أكد أن المجلس الرئاسي والحكومة مستمران في عملهما لحين انتخاب البديل. لكن لماذا نبذ حفتر الاتفاق وما تداعيات هذا الموقف على خريطة حل الأزمة الليبية؟ نبحث الإجابة بعد الفاصل. رأى مراقبون أن موقف خليفة حفتر التصعيدية من اتفاق الصخيرات من شأنه أن يخلط الأوراق مجددا في ليبيا، بالرغم من أن الرجل يبدو وحيدا في موقفه هذا بعد أن أعلنت كل الجهات المرتبطة بالأزمة الليبية داخليا وإقليميا ودوليا أن اتفاق الصخيرات هو إطار الحل الوحيد للأزمة الليبية. هذه الأيام منعطفا تاريخيا خطيرا. بعد سنتين من توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، يتنصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أي التزام إزاءه. حفتر أعلن أن الاتفاق انتهى بحلول 17 من شهر كانون الأول الجاري، في إشارة إلى الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بعامين ينتهيان بإجراء انتخابات تشريعية، بند اتخذه حفتر منطلقا لإعلان سقوط شرعية الاتفاق وما نتج عنه من مؤسسات، لا سيما حكومة الوفاق في طرابلس والتي يرأس فائز السراج مجلسها الرئاسي. في المقابل يرى مؤيدو حكومة الوفاق أن بند الفترة الانتقالية كان أمرا تنظيميا يبدأ العمل به من اليوم الأول لمنح البرلمان في طبرق الثقة لحكومة السراج، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، وعليه فلا معنى للمطالبة الآن بالالتزام بذلك الموعد، خاصة وأن فائز السراج جدد التزامه بإجراء الانتخابات خلال العام المقبل، في حين دعا عقيل صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق الليبيين للمشاركة في الانتخابات منعا للفراغ السياسي، الأمر الذي رآه محللون بداية لتصدع جبهة حفتر. خارجيا، فقد أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر موقفهم الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت، بينما استبق مجلس الأمن الدولي إعلان حفتر ببيان حظي بإجماع الأعضاء أكد فيه دعمه اتفاق الصخيرات السياسي كإطار للحل في ليبيا، مواقف بدا معها اللواء حفتر كمن يغرد خارج السرب بتنصله من الاتفاق الذي يدعمه الجميع حتى حلفاؤه. غير أن الأمم المتحدة باتت أمام تحد جديد يتعلق بقدرة مبعوثها على إنفاذ اتفاق الصخيرات بتعديلاته التي وافق عليها البرلمان في طبرق، رغم ما استجد من موقف حفتر أو ربما كان على المبعوث الأممي جمع الفرقاء الليبيين على طاولة التفاوض من جديد. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ عبد المجيد المنصوري الكاتب والمحلل السياسي الليبي، والدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا بتركيا. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور، ما الدوافع والأسباب الحقيقية التي ساقت خليفة حفتر إلى رفض اتفاق الصخيرات وكل من بثق عنه؟ أولا يعني السيد خليفة حفتر لم يدخل الاتفاق السياسي، وهو كان يعتبر نفسه وعمل دائما على أنه يكون خارج الاتفاق، ولم يعترف به حتى الآن، وحتى الاعترافات الجزئية من مجلس النواب أعتقد أنها يعني ما زالت في بداياتها، مراحل جنينية. السؤال الأساسي هو يعني لماذا يرفض في الوقت الحالي ويعتبر أن المؤسسات هي منقضية؟ هذا يمكن تفسيره من جانبين. الجانب الأول هو موقفه المستمر من رفض الحلول السياسية واعتباره أن الحل العسكري هو يوفر الإطار المناسب لحل الأزمة في ليبيا، وأعتقد أنه ظل يدافع عن هذا التوجه أو عن هذه الأفكار أو الخيارات حتى اجتماع باريس الماضي مع السيد خليفة السراج
بحيث أنه يرى نفسه فوق المؤسسات السياسية. لكن دكتور خيري، أنت قلت بأنه يعني هو لم يعترف من قبل باتفاق صخيرات، وهذا ربما يكون صحيحا، لكن كان هناك جو عام في ليبيا هو اتفاق صخيرات الذي على الأقل يلزم الجميع حتى من لم يعترف به بالوقوف على مسافة ثابتة من هذا الاتفاق الذي كرس مرجعية سياسية في ليبيا. السؤال هو الاتفاق ظهر في ظل تناقضات سياسية، يعني لم يعترف به مجلس النواب إلا مؤخرا، ويعترف به بشكل جزئي، يعترف بالمادة 12 بالمادة 15، يفعل بعض الأجزاء الاتفاق، لكن لم يضمن حتى الآن في إطار دستوري. وهذه هنا مشكلة، كيف تنتقل الدولة إلى المرحلة التالية، مرحلة الانتخابات. لكن مجلس النواب طبرق، يعني ليبي طبعا في طبرق، رفض موقف خليفة حفتر هذا الحالي، هذا يدل على أنه متمسك باتفاق صخيرات بشكل أو بآخر. لأنه عندما اعتبر التعامل مع المادة 12 فهو اندمج في الاتفاق، لكن السؤال كيف يندمج مجلس النواب في الاتفاق؟ هل يندمج فيه جملة واحدة أم بشكل جزئي حتى يأتي وقت الانتخابات؟ تحدثت عن قضية الخيار العسكري دكتور، قبل ذلك يعني أليس في موقف حفتر الجديد شيء من الوجاهة، خصوصا وأن اتفاق الصخيرات لم يحقق للليبيين شيئا يذكر؟ هو الجانب الثاني، أنا من الوجهة السياسية أن إعلان السيد خليفة حفتر أن مؤسسات الاتفاق السياسي منقضية هو إعادة تدوير دوره السياسي، يعني يريد أن يدخل المرحلة القادمة، ليس من منطلق أنه اعترف بالاتفاق السياسي، ولكن من منطلق أننا نبني الوضع السياسي أو ندعي الوضع الدستوري على انتخابات على وطن آخر سوف يتشكل خلال الشهور القادمة. أعتقد أنه هو طرح سياسي أكثر منه طرح دستوري أو طرح قانوني، فمسألة قبوله بالاتفاق السياسي أو رفضه الاتفاق السياسي أعتقد أن هذه مسألة سنوية، وهو يبني بالأساس على المستقبل وكيف يكون موقعه، لأن هناك اتجاه عام في المناقشات السياسية التي دارت خلال الشهور الماضية أو العامين الماضيين على أن أهمية توحيد الجيش وفصل القيادة العسكرية عن القيادة المدنية، وأن الجيش يخضع لقيادة مدنية، كيف يدير مصالحه في هذا السياق. أعتقد أنه سوف يواجه معضلات مهمة في المستقبل قد تدفعه للاختيار بين السياسي وبين العسكري، كيف يدير هذه الخيارات. أعتقد أنه سوف يكون يعني هذا ربما سنأتي عليه لاحقا دكتور. اليوم سنحاول أن نبحث عن إجابة عن هذه التساؤلات المطروحة. أستاذ عبد المجيد، البيان أو اللغة التي تحدث بها ليس على صعيد المصطلحات وإنما على صعيد الموقف، يعني دلالة الموقف والمضمون كان واضحا الرجل بأنه لا مجال لبقاء اتفاق الصخيرات ولا لأي مؤسسة منبثقة عنه. هذا الوضوح والحزم والبت القطع في الموقف، ما مصدره؟ ماذا وراءه؟ والله أولا أهلا وسهلا بك، تشكر على الاستضافة، وحي مشاهدي قناتكم الموقرة. في رأيي الشخصي دائما أنه بالنسبة للمشير خليفة حفتر وما قاله زميلي في الحلقة بأنه غير معترف باتفاق الصخيرات، فهو أنا نعتبره اتفاق ضمني، لأنه هو أصلا معين من قبل مجلس النواب، ومجلس النواب بعد اتفاق الصخيرات في جلسة وافقوا على اتفاق الصخيرات وانتظروا صدور التعديل الدستوري ليضمنوه الاتفاق. وهنا إذا سمحت لي برهة، فأن اتفاق الصخيرات الحقيقة لم يتم تفصيله لمصالح الشعب الليبي، وإن شارك في صياغته الليبيون، أنا نعتبر حتى الليبيين اللي شاركوا في صياغته عدد قليل منهم ولا نعني الكثير، هم أيضا كانت لهم مطامع من وراء اتفاق الصخيرات. فاتفاق الصخيرات هو اللي صالح دول الناتو أكثر منه لصالح الشعب الليبي، واتفاق الصخيرات تم إذا جاز التعبير تصميمه أن يكون مليئا بالصواعق. مثلا ما ذكره زميلي المادة 8 والمادة 12 كانت من أكبر الصواعق داخل هذا الاتفاق حتى لا يصل إلى مبتغاه، ولربما تكون هناك تهمة. لكن الليبيين أقروا بهذا الاتفاق، يعني الأطراف الأساسية في المعادلة السياسية الداخلية أقروا بهذا الاتفاق بالرغم من وجود ما تسميه صواعق. نعم، لكن ليست كل الأطراف المشاركين، حتى أن حكومة الوفاق أو حكومة التسعة لم تأتي من ضمن القوائم التي اقترحها أو اقترحتها الجهات التشريعية كمجلس النواب. الكل الآن يتساءل من اقترح
مجموعة حكومة الفواق أو مجلس الرئاسي الحالي. حتى لا نخرج على الموضوع، نرجع لنقطة الاتفاق. فالاتفاق أنا أعارضك تماما بأن الليبيين كلهم سعداء بالاتفاق. الاتفاق كان من الأول، وما تلاه من تعثر في عملية تطبيقه الليبيين ليست سعداء به. نرجع إلى نقطة المشير حفتر. فالمشير حفتر حقيقة وفي حسب وجهة نظري هو ضمنا غير رافض، ولكن كان له موقف. أنا لست مع أحد، أنا أتعامل على خطوط واحدة مع كل الجهات وكل أطياف الشعب الليبي سواء كانت السياسية أو غيرها. فهو له موقف، حتى ذكر هذا أحد مسؤولين بالأمم المتحدة أنا التقيته، وقال نحن نعتبره أخذ موقف. فلا تنسى أن هذا الموقف ليس بجديد، هو أعلنه منذ أشهر وقال أن الفاصل هو 17 ديسمبر، ما لم من 6 أشهر تقريبا، ما لم تنجح حكومة الوفاق في الوصول إلى حلول تريح الشعب الليبي من جميع النواحي فآخر أجل هو 17 ديسمبر، وعندها نبي نطبق عملية لربما سيطرة عسكرية وشيء من هذا القبيل. ولكن نرى الرجل أنها عدل عن ذلك آخر لحظة، والآن ينتظر الأمور، ولديك أكيد أسئلة تانية كثيرة. نعم دكتور خيري، يعني هناك طبقة سياسية في ليبيا من مختلف المشارب من مختلف الاتجاهات المتصارعة أقرت بأن لا يوجد لدى الساسة الليبيين الآن إرادة صلبة حقيقية لإنجاز حل سياسي في ليبيا، وبالتالي من يتحمل تعثر تطبيق اتفاق الصخيرات حتى الآن هم الساسة أنفسهم. ألا يعني هذا تبرئة خليفة حفتر أو إعطائه كثيرا من الوجاهة في موقفه هذا من الاتفاق؟ لا أظن، يعني أن السيد خليفة حفتر هو أحد الأطراف المتناقضة داخل ليبيا، يعني هو ليس بعيدا عن التناقضات التي تحدث بين الليبيين، وبالتالي هناك إرادة للصراع وليس هناك إرادة للحل. هذه هي المشكلة الأساسية في ليبيا، يعني كيف ندير توافق سياسي في ظل وجود سياسات سياسيين متنافرين، مكونات عسكرية يعني متصارعة أصلا، يعني بين الأحزاب الإسلامية والنظام السابق والثوار وغير الثوار. كل هذه التناقضات أعتقد أنها يعني هي سبب الإرباك الأساسي. يعني حتى الآن في القرار الأخير في المادة 15 لم تم تعيين محمد الشكري دون التوافق مع مجلس الدولة، وهذا هو ما يمكن اعتباره مؤشرا على أن التفكك الداخلي في المؤسسات لا يساعد على الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه. يعني كما أشار له الأستاذ المنصوري في كيف خرجت حكومة الوفاق، يعني إذا كانت هناك الحصص شكلت الثمانية نواب للرئيس، لكن ليس معروفا كيف تم اختيار الرئيس. يعني برناردينو ليون خرج بالتشكيلة وكوبلر أكمل بعدها، وبالتالي إذا ما أردنا أن ننظر إلى المشكلة الليبية لابد من أخذ في الاعتبار مستويين مهمين. المستوى الأول هو أنه ليس لدى الليبيين أي رؤية في المسار السياسي، حتى فلذلك المبادرات التسوية تطرح من مصر، تطرح من تونس، تطرح من أي جهة أخرى، والليبيون ظلوا متلقين للأفكار السياسية حتى الوقت الراهن. المستوى الثاني هو أنه ليس من الواضح كيف تعمل الأمم المتحدة في ليبيا، وهذه هي المشكلة. هل إرادة حل؟ هل إرادة إدامة أزمة أو إدارة أزمة؟ أعتقد أن المشكلة إذا تم فهم كيف تدير الولايات المتحدة هذه الأوضاع السياسية المرتبكة بالصلاحيات الواسعة وفقا للمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، أعتقد أننا سوف نقترب من الحل. ما يطرحه غسان سلامة في الوقت الراهن، قبل غسان سلامة دكتور، يعني ربما هذه ستحتاج مزيدا من التفصيل لكي لا نقفز على هذه المحاور. أريد أن أعود مرة أخرى من فضلك إلى الأستاذ المنصوري. يعني البيان الذي خرج به خليفة حفتر على الشعب الليبي من خلال الشاشة حوى بعدين. الأول هو رفضه بالمطلق الاتفاق ومن بثق عنه، ثم
يعني غمزه من قناة الترشح إلى الرئاسة عندما قال سأستجيب لنداء وصوت الليبيين الأحرار، وكأنه يريد أن يقول بأن رفض اتفاق الصخيرات مقدمة للترشح للرئاسة، فما دلالة هذا الربط بين هذين البعدين؟ أنا لازلت لا نراه أنه يستطيع أن يرفض اتفاق الصخيرات، ولكنه يعتبر أن اتفاق الصخيرات انتهى بالأجل المحدد فيه كتابة في صياغة ليس الاتفاق. هذا معنى كلامه دكتور، هو لا يستطيع تقول، لكنه رفض كل من بثق عنه، ومن بثق عنه مؤسسات قائمة تحكم ليبيا الآن. لو كان هو بيرفض من بثق عنه كان فعل هذا في السابق، ولكن هو يعتبر اتفاق الصخيرات منتهي، وهذه هي صياغة اتفاق الصخيرات. خلينا ننتقل لجزئية انتخابات الرئاسة وترشح الرئاسة. نعم. أنا وجهت ككاتب سياسي من 3 أيام نداء للجيش أو ما يعرف بجيش الكرامة وكبرى الكتائب، لأن هذه هي وين مأساة الشعب الليبي. تصير مباحثات، تصير أنا نسميها تفاوض وليست حوارات، لأن المتفاوضين كلهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية الحقيقة للأسف الشديد يعني، فكلهم لا يصلون. لأنه لما نتذكر مثال لبنان، ليش نجحت الطائف؟ لأن من يحضرون اللقاءات أو المفاوضات هم قيادات الميليشيات، وبالتالي عندما يتفقون يتم تنفيذ الاتفاق. نحن يأتي سياسيون وأغلبهم أصحاب مصالح في هذه المفاوضات ويرجعون ولا يتم تنفيذ أي شيء. ليش؟ لأنهم هم لا يملكون قيادة الميليشيات الموجودة أو الجيش على الأرض أو اللي بتسميه أنت ما شئت. فأنا قلت أنه لابد أن يلتقوا قريبا في يناير على الأقل ويتفقوا ويأسسوا جيش واحد وينتخبوا قيادة للجيش جديدة، ومن أراد الترشح للانتخابات عليه أن يترجل من المجال العسكري، وإن كان المشير خليفة حفتر إذا أراد الدخول للانتخابات عليه أن مجرد ما يسجل اسمه عليه أن يترجل، ويكونوا الميليشيات وكل قيادات الميليشيات الكبرى، وليست كل واحد عامل 10 بنادق يصير ميليشيا، ومع الجيش في الشرق ويكونوا جيش واحد. هذا هو مستقبل ليبيا، وحتى انتخابات وأول مهام هذا الجيش المدمج واختيار القيادة الجديدة هو حماية وحفاظ أمن الانتخابات. لكن الطريق إلى هذا الحل الذي طرحته هل يكون بالقوة العسكرية كما يفهم من كلام حفتر أم بطريق السياسة؟ لا لا لا، لا شيء بالقوة العسكرية، بالسياسة وبالاقتناع الجدي بأن ليبيا ذاهبة إلى مصير الهنود الحمر. لكن الساسة الليبيين حتى الآن لا يمتلكون إرادة صلبة باعتراف كثير من هذه الشرائح السياسية في الداخل. أنا لا أتكلم عن السياسيين هنا. يعني كيف الوصول إلى هذا الحل؟ أنا إذا جازت أول شيء التعميم لا يجوز كقاعدة، وإذا جاز التعميم فأنا نرغب في أن نعمم بأن كل الساسة الليبيين على المشهد السياسي منذ 2011 لغاية اليوم كلهم متهمين بالنسبة لي. فهذا الاجتماع الذي يحضره الميليشيات الكبرى الذي دعيت له أنا كنداء وجيش الكرامة الذي يقوده المشير حفتر لا يجب أن يحضره أي، أنا حتى كنت قوي جدا في النداء، لا يحضره أي سياسي آسن، فاعتبرتهم آسنين كلهم يجروا على مصالحهم المادية. نعم. وأنا أتهمهم جميعا، وعليه ما في قوة زي ما حضرتك تقول أنت، ما فيش فرض قوة من أي طرف، وحتى دعيت في النداء أنه لا يجب حتى اللوم على بعض ولا يجب التعالي، لأن نعم. الأعلى هو الله وليست هم. فنتمنى أنهم يلتقوا ويحلوا أزمة توحيد الجيش وتوحيد القوى، ومن أراد منهم الترشح إن كان حفتر ولا غير حفتر ممكن في حد ثاني يتفضل يطلع من المجال العسكري ويرشح نفس المجال. لكن قبل هذا الحديث لابد أن نبحث عواقب موقف حفتر هذا على المشهد الليبي، ولكن بعد العودة من الفاصل نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة إلى الحديث عن عواقب موقف حفتر على الوضع الليبي الداخلي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن تفاعلات المشهد الليبي بعد إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أن اتفاق الصخيرات السياسي لاغ
وسائر المؤسسات التي انبثقت عنه. ينضم إلينا الآن نعيم العشيبي الصحفي الليبي، مرحبا بك أستاذ نعيم. السؤال الآن هو، هل موقف حفتر في رفضه لاتفاق الصخيرات جاء بناء على رؤية ومقاربة دقيقة للوضع السياسي الليبي، أم أنه في سياق تكتيكي يستند إلى تحقيق مصالح كبيرة انطلاقا من طرح هذا السقف العالي؟ بداية أحييك أخي جهاد وأحيي ضيوفك أو ضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. لو سمحت لي أريد أن أعقب شيئا قليلا على ما ذكره، أو أضيف على ما ذكره دكتور خيري وكذلك ضيفكم الكريم. أنا في نظري أن بداية، قبل أن نجيب عن هذا السؤال إذا سمحت لي أخي جهاد، المشهد الليبي أو المشهد في ليبيا تحديدا يقرأ من ثلاثة أجزاء، ناهيك عن غموض الأمم المتحدة، عدم اتفاق الليبيين فيما بينهم، بالتالي نحن أمام مشهد سياسي أو سياسيين منذ بداية 2011 إلى الآن هم يقودون المشهد وهم متصارعون، إضافة إلى عدم رغبة المجتمع الدولي أو عدم توحد رؤية من قبل المجتمع الدولي تجاه ليبيا، الدول الست في حد تحديدا. نحن نجد فرنسا لديها أطماع ولديها رؤية تختلف على رؤية إيطاليا، وربما تختلف حتى على رؤية بريطانيا. نجد أمريكا أيضا لديها اليوم تدخلات واضحة وتختلف على ربما الرؤى الأخرى، وتريد أن يعني تسيطر بشكل كبير، لا سيما ذهاب السراج الأخير هناك بوادا بأن يعني بتدخل أمريكي ربما مباشر في شأن الليبي وسيطرة، وربما حتى هناك ما يذاع يعني ما تنشر بأن هناك ربما ستكون قواعد حتى يعني أمريكية. كل هذا إضافة إلى يعني إساءة لهذا المشهد. ما أريد أن أعود لسؤالك أخي جهاد، بأن اليوم حفتر، أولا يجب ألا نأخذ تصريحات حفتر أو بياناته يعني محض الصدفة. نحن رأينا حفتر عندما خرج في أول خروج له وأعلن تجميد المؤتمر الوطني وكذا، وكانت هناك حالة من الاستهزاء كبيرة تجاه ما صرح به، ولكن مع الوقت شيئا فشيئا أثبت حفتر ما تحدث به في هذا في أول مؤتمر له، وذلك دعمته. اليوم المشهد في ليبيا عندما صرح حفتر بعدم قبوله بالاتفاق السياسي وبأن القرار للشعب وبأن هناك تدخلات وعداء للجيش وما إلى ذلك، قبل هذا كانت هناك يعني إعداد وتجهيز سابق لترشيح أو لتفويض حفتر من قبل الشعب، وكانت هناك أو من قبل الناس، وكانت هناك لجنة تسمى التفويض الشعبي هي التي كانت تقوم بالتوقيعات وما إلى ذلك. ولكن يبدو أن مرحلة قرابة من 2014 إلى اليوم 2017، مرحلة الحرب والصراع وحالة الدمار لم تجد قبولا لدى الشارع الليبي، تحديدا في منطقة برقة شرق ليبيا. هناك حالة من الامتعاض أو حالة من الاستياء عن نتائج ما كانت يعني هذه النتائج السيئة التي خلفتها الحرب. هناك حالة من الدمار، نقص سيولة، نقص المواطن لم يجد شيئا، استمرار عمليات الاغتيال والخطف واستمرار الميليشيات. يا سيدي من يقود ليبيا اليوم ليست حكومة الرئاسة، خلينا نكون واقعيين ونتكلم بصراحة، من يقود ليبيا اليوم هم مجموعات الميليشيات. هذه الميليشيات التي لديها أي قوة، لديها سلاح ولديها يعني وتدعم، ودعمها حتى ليس من ليبيا، هناك ميليشيات واضحة دعمها خارجي، وهي التي تقود المشهد. اليوم السراج لا يستطيع أن يذهب يعني بمفرده في طرف دون أن تكون هناك ميليشيا تحميه وهو يخضع لهذا. لكن أستاذ نعيم معذرة، يعني ثمة متغير في الحالة الليبية الآن، يعني عندما طرح موقفه حفتر من اتفاق صخيرات، اللافت أن الجميع تقريبا، الدول الإقليمية، الأطراف السياسية الداخلية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، كلهم اعتبروا اتفاق صخيرات هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية. هل يمكن القول أن حفتر عزل في هذه المرحلة مثلا؟ سيدي، لنعلم أن المجتمع الدولي منذ 2011 هو يتحدث عن العملية السياسية ويقول أن الحل في ليبيا سياسيا، ولكن لم نرى حلا سياسيا، إنما رأينا حلا عسكريا بتغاضي دولي واضح عليه وبمشاركة دول يعني خارجية ودول يعني إقليمية. لا يمكن الأمم المتحدة في ظل عدم وجود إرادة صلبة حقيقية من قبل الليبيين أنفسهم لإنجاز حل سياسي. هنا مكمن الإشكال أستاذ جهاد، مكمن الإشكال أن الليبيين، أن مجموعة
السياسيين الموجودين في السلطة منذ 2011 إلى الآن لم يتنازلوا ولم وأن ليست هناك قوة دولية تفرض على هؤلاء السياسيين بأن يصطلحوا أو بأن الكل يسعى لمصالح. هناك صراع قديم، يجب أن نعرف أن في ليبيا هناك صراع قديم. الليبيين عبر التاريخ اتفقوا على محاربة الغزو أيا كان، ولكنهم لم يتفقوا على شكل الحكم ونظام الدولة وتوزيع الموارد. هناك صراع قديم. نحن ليبيا راهي ثلاثة أقاليم، شرقا وغربا وجنوبا. طرابلس كانت يعني منذ يعني من بعد الدستور 63 ومن بعده ومن بعد يعني نظام القذافي، طرابلس كانت كل يعني مركزية كبيرة، كل يعني مقدرات ليبيا كانت من طرابلس، في حين أن مثلا الآبار النفطية والحقول واللي كانت في الجنوب والشرق. وبالتالي حالة التهميش، حالة عدم توزيع الحقول، حالة عدم الاتفاق بين الليبيين على توزيع الموارد على شكل، هو أساس الإشكال في نظري، وهو الذي يزيد الأزمة ما لم يتفق الليبيين. اليوم لازالت هذه الحالة مستمرة، عندما نرى أيا كان مثلا السلطة في طرابلس والصراع الحاصل اليوم يعني في برقة، وخروج مثلا حفتر، من أين جاء حفتر؟ موجع من هذه الأمور، من مثلا إشكالات الاغتيال وإشكالات الإرهاب. ولكن اليوم حفتر لم يحقق النتائج المرجوة التي كان ينتظرونها منه مثلا في الشرق، وبالتالي صارت حالة من اليأس والإحباط، ولم يخرج يعني في حملة تفويض وفي التظاهر له يوم 17 المعد له، لم يخرج معه أحد. بالتالي بل رأينا أيضا في طرابلس خروج مظاهرات يعني تعد، وإن كانت قليلة أيضا حتى في طرابلس لنكون واضحين، ولكن تعد أقل أيضا مما خرج في بنغازي. سيدي، كانت هناك سيارات الشرطة وسيارات الأمن التابعة لنفسها هي التي تجوب الشوارع، ولم ثمة من يمتلك رؤية أخرى يعني فيما يتعلق مثلا بالمظاهرات التي خرجت في شرق ليبيا والتي دعا إليها خليفة حفتر. أشكرك شكرا جزيلا نعيم العشيبي الصحفي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، أجدد شكري لك. دكتور خيري، ثمة من يقول إن الدول الإقليمية وتحديدا مصر وتونس والجزائر التي دعمت اتفاق الصخيرات بعد موقف حفتر، هذا الموقف الإقليمي كان فقط لضرورة تسجيل موقف مطلوب منها، لكن في الحقيقة هناك دعم خفي من قبل بعض الدول الإقليمية لخليفة حفتر، وهو ما يجعله يستقوي على الشرعية الليبية ويقرر المضي قدما في رفض هذا الاتفاق. ما واجهت هذه الرؤية؟ احنا من حيث البدء نريد أن نحدد يعني ما هو الوضع الدستوري في كلام السيد خليفة حفتر. هو الوضع الدستوري هو يقر بانتهاء مرحلة ويحاول أن يضع أسس جديدة لمرحلة أخرى، وبالتالي هذا المكون الرئيسي وراء خليفة حفتر هو مكون إقليمي وليس مكون داخلي في ليبيا. وبالتالي إذا توافق الدول الإقليمية التي تدعم خليفة حفتر سواء في مصر أو في الإمارات على حل سياسي، أعتقد أن الأمور سوف نقطع شوطا مهما في الوصول إلى توافق ما. إذا ما نظرنا للمفاوضات التي تجري في مصر منذ بداية العام، هي تمشي في اتجاهين. الاتجاه الأول تكوين إطار سياسي ينقل الدولة، يعني المبادرة المصرية في فبراير هي أول مبادرة اقترحت الانتخابات في فبراير 2018، يعني هذا جانب. الجانب الآخر، المحادثات الأخيرة في الخاصة بتوحيد الجيش تمت في مصر أيضا، وبالتالي نبحث هنا في القدرة الإلزامية على خليفة حفتر في أن يندمج أو ينخرط في المسار السياسي. هو ليس له قدرات ذاتية داخل ليبيا، قدرات كلها في الخارج. وبالتالي أعتقد أن كلامه كموقف الدول من العملية السياسية في ليبيا هي ما زالت ملتزمة على الأقل في التصريحات الرسمية بالاتفاق أو بالحل السياسي، لكن المشكلة أن توافقها على الحل السياسي بعد يعني إعلان اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، هو كان هذا التوافق أو الإقرار بما حدث في الصخيرات جاء في ظل تناقض بين هذه الدول. يعني كيف تنظر الجزائر لمصر وكيف تنظر مصر للجزائر؟ يعني هذه النقطة كانت لم تحسم يعني، وبالتالي ظلت هناك عوامل مختلفة تغذي التناقضات وتغذي استمرار الصراع المسلح. وكان الرهان على الأساس أن يستطيع حفتر الوصول إلى مدينة سيرت.
نعم، لكن عدم وصوله او نجاحه في هذه المشكله في تحقيق هذه الاهداف اعتقد هو سبب ارباكي اربك الكثير للمشروع العسكري، حتى عندما ذهب للجنوب لم يستطع ان يتقدم. نعم، في الى جانب الوضع الميداني اريد ان اسال الاستاذ عبد المجيد المنصور، يعني موقف حفتر هذا والتفاعلات هذه الحديثه الى اي درجه يمكن القول انها اثرت بشكل او باخر على خطه المبعوث الأممي غسان سلامة التي تقوم على ثلاثة مراحل أبرزها لعل تعديل اتفاق الصخيرات، وهو التعديل الذي حاول الليبيون إقراره في مباحثات تونس من دون أن يصلوا إلى نتيجة؟ هل تأثرت خطة غسان سلامة بهذا الموقف برأيك؟ ما شاء الله سؤالك مركب. فيما يتعلق بتعديل اتفاق الصخيرات، هذا لا أظن له علاقة بخليفة حفتر، فهو رهن التعديل الدستوري اللي بيتضمن اتفاق الصخيرات، وفيه اتفاق إذا جاز التعبير، ولو أننا لا نقر كلمة دولي هنا لأن هي مجموعة الدول التي تتحكم في مجلس الأمن الدولي، يعني دول العالم كلها. نعم ولا متحدة ولا شيء، هم دولتين رئيسيات، وعليه هم اتفقوا على تعديل الماء، حتى ممكن حذف المادة 8 وتعديل المادة 12، لكن لا أظن أن هذا يربك كثيرا سياسة أو مقترحات غسان سلامة، لأنه غسان سلامة أتى بشيء جديد لم يأتي به من سبقوه من ممثلي الأمين العام للمتحدة، وهو اقتراحه للمؤتمر الوطني الشامل في فبراير 2018. هذا المؤتمر هو اللي بيكون الحقيقة يجمع كل الليبيين ويوقف الإقصاء. وعلى فكرة لما نقول احنا انه غسان سلامة اتى بما لم يأتي به من سبقوه، هنا لا نعطيه الحقيقة دور اكبر، ولكن هو هذه سياسة الدول الكبرى، الدول الكبرى هي التي ترسم هذا الخط برأيك. وهو يترجمه او ينطق به كمندوب لمنظمة يتحكم فيها وتتحكم فيها هذه الدول. فغسان سلامة لا أظن أن موقف حفتر يربكه كثيرا، فهو في الآخر سوف يستقي ما يقرره المرحلة القادمة من نتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي اقترحه، وأكيد اقترحه بناء على موافقة الدول التي هي تملك. وهذا ما أسألك عنه بالتحديد بعد العودة من الفاصل، لكن قبل الفاصل دكتور خيري، يعني تطور أمني يمكن أن يقال رافق هذا الموقف، مجموعة مسلحة مجهولة أغلقت مجلس نواب في طبرق، وكان قبيل جلسة كان يعتزم أن يناقش فيها تعديل اتفاق الصخيرات وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي. سؤال، ما دلالة هذا الموقف؟ هل من رسالة ما أحد ما يريد أن يوجهها إلى جهة ما؟ لا يعني هذا حدث كثيرا، يعني المجلس، لكن هذا دلالة التوقيت هنا، يعني لا دلالة التوقيت يعني وأهمية، لا أعتقد أنها ليست ذات دلالة. المجلس يعني بيطيره 90 نائب منقسمين أيضا إلى كتل مختلفة، وبالتالي هناك مشكلة في مشروعية القرارات التي يأخذها، يعني سواء يعني عين مجلس عين رئيس البنك المركزي، أو أنه يعني دخل في يعني اتفاق الصخيرات بكيفية ما، أو الوظائف الأساسية في الدولة. أعتقد أنها يعني ليس ذات دلالة كبيرة، يعني إذا ما توافق السياسيون على مسار وخضع مجلس النواب أو اندمج مجلس النواب، يعني قبل أيام استقال النائب الأول للمجلس، يعني النائب الأول لرئيس المجلس، وبالتالي نحن هنا ليست فارقة في هذه عملية الإغلاق ومنع النواب من التصويت. يعني نعم، سنذهب الآن إلى المحور الثالث، ولكن بعد الفاصل نناقش فيه الموقف الدولي والخيارات، خيارات مجلس الأمن في مواجهة هذه التطورات والتفاعلات. ثمة من يحمل غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا مسؤولية تعثر تطبيق اتفاق الصخيرات بسبب إخفاقه في تقريب وجهات نظر الجهات الليبية المتنازعة، ويسأل أولئك عن مدى امتلاك المنظمة الأممية إرادة حقيقية لإنجاز الحل الليبي. هذا ما نبحثه بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم التي تبحث انعكاس التفاعلات الداخلية على المشهد الليبي برمته. أستاذ المنصوري، بعد موقف حفتر، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي أصر على موقفه وعلى استمرارية الحكومة والمجلس الرئاسي، إذن نحن أمام طرفين رئيسين متناقضين. إلى أين تتجه ليبيا في ظل هذه التطورات برأيك؟ هل يمكن أن نتجه إلى المربع الأول مثلا؟ إصرارها على السراج. استمرار فيه جزئين. الجزء الأول هو في السلطة، وكل من وصل السلطة ووصل البساط الأحمر دائما يرغب في الزيادة، لا نعني نفسي ولكن إن كنت أنا حتى أو أنت أو أي واحد لا نتهم السراج. هل يمكن تبسيط الموقف لهذا المستوى؟ لا هذه جزئية. الجزئية الأخرى، أنا شخصيا وسواي نفضل أن تبقى هذه الحكومة وهذا المجلس سميه ما شئت إلى أن تأتي الانتخابات الرئاسية، لأن الحقيقة ليس من العقل بأن يتم تغيير أو تشكيل جسم حكومي الآن أو قيادة للحكومة الحالية إلى ثم بعدين تدخل الانتخابات الرئاسية، بل بالعكس سيزداد عدد الطامعين والسماسرة واللي بيقتنصوا الفرصة أن يحصلوا مكاسبهم من الفترة محدودة، فخلي المجموعة هذه تبقى بنفس التكلفة حتى على ميزانية الشعب، وعلى الأقل خبرتها منظمة دولية وخبروها كل السياسيين الليبيين وحتى الشعب الليبي تعود عليها إلى أن تأتي الانتخابات الرئاسية. فأنا نرى شخصيا بغض النظر على موقفي من حكومة الوفاق وكونها هي ما لم تأخذ الشرعية من البرلمان، وهناك لبس في من أتى بهؤلاء الأشخاص إلى آخره، لكن هذا أصبح ماضي الآن. أنا نرى أيضا أن يستمر المجلس الرئاسي سميه أو الحكومة الحالية، إحنا في خلط ومش عارفين حتى مجلس رئاسي ولا حكومة، لكن هالجسم اللي نحكي عليه، إلى أن تأتي الانتخابات الرئاسية حتى لا يحصل تأخير. فحتما لو تم استبدالهم بمجموعة أخرى غيرهم هم إلى أن تأتي الانتخابات الرئاسية حنتورط في مدة أطول. لكن في حال استمرار المجلس الرئاسي والحكومة ورفض وممانعة خليفة حفتر، هل يمكن أن تقع مثلا مواجهة ما بين الطرفين؟ أن تقع مواجهة بين الطرفين في المرحلة المقبلة؟ لا أرى ذلك على الإطلاق. إذا هو موقف حفتر هو يعني لا يتعدى الجانب النظري والموقف السياسي، هذا رأيي بعيدا عن تداعيات عملية. هذا رأيي أنا، وطالما أنه هو من حسب تصريحاته والتحليلات العامة كلها تشير إلى أنه هو سيتجه إلى الانتخابات الرئاسية، نعم. فهذا تحصيل حاصل، لأنه سوف يخرج من النظام العسكري وينتقل إلى النظام المدني. دكتور خيري، يعني مجلس الأمن، يعني القضية الليبية تعثرت كثيرا ووصلنا إلى حالة انسداد سياسي حاليا، هل مجلس الأمن سيكتفي بإصدار البيانات أم أنه مضطر لأخذ جانب عملي ما تجاه الأزمة في ليبيا؟ يعني هو إذا رجعنا قرارات مجلس الأمن يعني من أول القرار 1970 نلاحظ أنها صارت أكثر تدخلية، يعني تدخل في التفاصيل، وكان من الممكن يعني مع مرور الزمن أن تخف سطوة الولايات المتحدة في تدخلها في ليبيا، لكن ما حدث هو العكس، وهذا يمكن اعتباره مؤشر على أن سياسات الأمم المتحدة في ليبيا كانت تحتاج إلى مراجعة في أوقات كثيرة، ولكن هذه المراجعة للأسف لم تحدث. يعني ربما أطروحات غسان سلامة تفتح الأفق لتصحيح بعض المواقف، وخصوصا أن لاحظت أن هو يتبنى استراتيجية ليست تصادمية مع الكيانات القائمة أو الأطراف المتنازعة. يعني على سبيل المثال، هو في تعامله مع اتفاق الصخيرات هو لاحظ صعوبة تعديل الاتفاق، فخلص إلى أنه يمكن تطبيق بعض المواد وتأجيل بعض المواد الأخرى. يعني المادة 12 أن الاتفاق جزء إلى دستوري وتأجيل المادة 8 والدفع بإجراء الانتخابات. هو ما يعمله الآن هو إعادة تشكيل النخبة السياسية، يعني المؤتمر الوطني المقرر له بداية العام القادم هو يعمل على إعادة تحييد أن ليبيا ليست في قبضة أو تحت وصاية مجموعة من الأشخاص هؤلاء. يعني عندما تقرأ المقترح
تلاحظ أنه يفتح الأفق أمام نخب جديدة أو مجموعات أو أشخاص جديدة لم تدخل أو لم تظهر في فترة ما بعد فبراير 2011. وبالتالي هو يريد أن يؤسس لوضع جديد يطور، أعتقد أنه يطور مبادرة طارق متري التي طرحت في 2014. وفي هذا السياق يعني قد تكون هناك، إذا استطاع أن يؤسس أو يتجاوز مشكلة الأساس الدستوري بانتخابات سواء حتى على قانون تعديلات فبراير 2014، فبالتالي يمكن أن يضع خطوة جديدة على في المشهد الليبي. يعني لاحظت لكن خياراته محدودة بسياسة الدول الكبرى كما قال عبد المجيد المنصوري. يعني أظن أنه يعرف كيف يدير مفاوضات مع مصر، مع المدنيين في بنغازي، يعني كيف يطرح القضايا عليهم. يعني أعتقد أنه عند زيارته لمصر أعتقد هو يعني يتفهم رؤية مصر ويحاول التعديل عليها بحيث لا يدخل في إطار تصادمي مع الدول. يعني ما فعله ليون وكوبلر هو أنهم دخلوا في صدامات ولتكن ما يكون، ويعني يقضي فترة سنة سنتين وينتهي الأمر بالنسبة له. نعم. النقطة الأخرى في ما يتعلق باختصار، يعني أدركنا الوقت دكتور خير، بشرعية المؤسسات الليبية وعلاقتها بالانتهاء. هي الأمم المتحدة وفق المادة 41 و42 هي تحت الفصل السابع هي الوصية على ليبيا، هي تقرر من هو شرعي ومن هو غير شرعي. هي هذه النقطة الأساسية التي تعمل في ظلها السياسة في ليبيا. هذا جزء إذا أقر السراج كرئيس مجلس رئاسي سوف يستمر وهكذا. إنما من ناحية الدستورية الداخلية في ليبيا كل المؤسسات منتهية الصلاحية الدستورية، منتهية المشروعية. يعني سواء لماذا منتهت سواء مجلس النواب، يعني اتفاق الصخيرات يمنحها واتفاق الصخيرات لم يطبق حتى إذا انتهى. يعني هي هناك جدل دستوري، يعني هناك الآن من يطالب بمرور سنتين على الاتفاق فيسقط، وبالتالي هذا سنتين من تاريخ اعتراف سنتين. لكن هذه قضية إجرائية، يعني ربما يعني لم يبقى القليل من الوقت. نعم، معذرة دكتور خيري. أستاذ عبد المجيد، الآن نحن أمام استحقاق مهم قادم بعد شهرين، نحو شهرين، في شباط فبراير المقبل، الملتقى الليبي الجامع. إلى أي درجة هذا الملتقى الذي ستشرف عليه الأمم المتحدة بناء على قرار ضمن الخطة من غسان سلامة، إلى أي درجة يحمل في طياته بشرى تحقيق اختراق ما في الأزمة الليبية، إنجاز ما؟ الحلقة شرفت لدينا الكثير من أقول، ولكن أنا نرى مؤتمر أو ملتقى فبراير هذا هام جدا، وهذا سيمنح كل الليبيين الفرصة في الترشح للانتخابات. على ماذا تتفائل؟ على ماذا تبني تفاؤلك؟ لأنه ما لم ناخذ بالنا من عدم الإقصاء أي طيف سياسي ملكي ولا سبتمبري ولا فبرايري، فهنا نحن نقترب من عدم الإقصاء ومنح الفرصة لكل الليبيين. الكل سيحضر. تبقى نقطة واحدة هنا، وهي أن الأمم المتحدة عليها أن تدير المشهد الانتخابي بنزاهة، ولديها القدرة أنها تقوم بذلك، لأن غياب الأمن وغياب كذا، فلديها من التكنولوجيا ولديها من القدرة على إيقاف بعض الميليشيات التي تبدل السلاح. فأهم شيء أمل الشعب الليبي في أن تنجح الانتخابات، بل بالعكس نرى مؤتمر فبراير هيكون إيجابي جدا لكل الأطياف. إيجابي جدا بدقيقة من فضلك دكتور خيري، يعني إيجابي جدا متفائل هو، لكن هناك من الليبيين من يقول بأن غسان سلامة الذي سيشرف على الملتقى الوطني الجامع لم ينجح في تقريب وجهات نظر عدد محدود من السياسيين الليبيين، فكيف ينجح في التجميع بين كل هذه الأطراف؟ استراتيجية الأمم المتحدة قامت في الماضي على جمع السلاح ومكافحة الإرهاب. ما يفعله غسان سلامة هو أنه يفسح مجالا للحوار السياسي وبناء المؤسسات. يعني هذا الجزء أغفلته الأمم المتحدة أو الدول بشكل عام تجاه ليبيا، وبالتالي هذا ما عزز الصراع المسلح أو الحرب الأهلية. أعتقد أن فتح المجال السياسي أمام نخب جديدة ومجموعات أخرى يعني سوف يساهم في استقطاب الناس، يعني بما فيهم خليفة حفتر هو يراهن أن يكون رئيس ليبيا. يعني أنت متفائل مع المتفائلين؟ إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة السقارية، والأستاذ عبد المجيد المنصوري الكاتب والمحلل السياسي الليبي. إلى اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.